طيب ساعتها الأسوأ بقى اللي حصل في إنه كتير من الناس جابوا مواد تشبه هذا الدواء وموجودة في عيادات كتير وبتتحقن بشكل غير قانوني عشان تدي التأثير، وإحنا مش عارفين سلامة هذا الموضوع ومش عارفين تأثيره على صحة البشر عاملة إزاي. يعني يا دكتور دلوقتي الناس اللي بتاخد الحقنه دي وعايزين فقط ان هم يخسوا وهم مش مرضى سكر، احنا لحد دلوقتي مش عارفين هل هو ده ليه اعراض هتبقى مش كويسه بسبب الحقنه دي بعدين ولا لا، صح كده؟ صح كده، لانه خلي بالك مش اي حد يقدر ياخد هذه الحقن. المشكله الكبيره انه اللي ممكن شخص عنده استعداد انه يجيله التهاب في البنكرياس لو اخذ الحقنه دي ممكن يخش في بنكرياتايتس او التهاب حاد في البنكرياس ومنها الى العنايه المركزه. المشكله الثانيه انه في ناس بيبقى عندها استعداد جيني وراثي انه يجي لهم حاجه اسمها كانسر او نوع من انواع السرطانات في الغده الدرقيه، ودول المفروض يتجنبوا تماما هذا الدواء. عشان كده هو اي دواء طبي لازم يتاخد تحت اشراف طبيب. يعني مثلا ادويه السكر دي ما ينفعش حد ياخدها الا لما دكتور السكر اللي بيعالجك هو اللي يكتبها لك، لان هو بيشوف اذا كنت حضرتك اليجبل او ينفع ان انت تاخد هذا الدواء ولا لا. وكذلك اي دواء طبي، فحتى الادويه المصرح بيها لعلاج السمنه لازم طبيب اللي يكتبها للحاله، لان مش كل الحالات مصرح ليها انها تاخد الادويه دي. طبعا ده لو هنتكلم كمان خلي بالك على الادويه الشرعيه اللي موجوده بشكل شرعي، عدت على ابحاث طبيه تقول ان هي امنه على صحه البشر. لكن الادويه اللي موجوده بشكل غير شرعي او غير قانوني في العيادات وبتحقن للحالات، والحالات للاسف الشديد بتبقى عارفه ده، احنا كمان مش ضامنين اصلا سلامتها على صحه البشر. طيب حضرتك كده بتحاولي برضو تقولي لنا ان اي نوع من اي حقن ظهرت حتى قبل المنجارو قبل كده الناس كانت بتستخدمها للتخسيس ان ده مش صح. طبعا احنا يعني لو حضرتك حابه ان انا اقول اسماء براندات موجوده، احنا عندنا في دواء كان منتشر جدا لدرجه ان هو يا عيني مرضى السكر ما بقوش لاقيينه في السوق من كتر ما هو استخدم بشكل غير يعني مصرح بيه. في دواء بقى تاني موجود اوريدي لعلاج مرضى السمنه بشكل قانوني ومصرح بيه من منظمه الغذاء والدواء ومصرح بيه من وزاره الصحه المصريه، الاستخدام ليه ما بقاش زي الاول من كتر ما الناس اتجهت الى المونجارو كدواء للتخسيس، يعني لان هم شايفين ان هو ممكن يكون تاثيره اقوى. والحته دي فيها مشكله جدا لموضوع الاثار الجانبيه، مشكله كبيره لو الاثار الجانبيه ظهرت على الناس دي وهي قاعده في بيوتها من غير اي اشراف طبي، ده ممكن يضر صحتها جدا. فانا بقول كطبيبه انه اي دواء طب حضرتك هتاخده لازم يبقى تحت اشراف الدكتور، ولو مظبوط. انت مش مريض سكر واخدت هذا الدواء ده ممكن يضر حضرتك.